معلوم أن العالم يتحول في كل مفاصله إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي بات جزءاً من الحياة اليومية للبشر في ظل انتشار واسع للمنتجات الذكية في منازلنا وسياراتنا وأماكن عملنا. لكن أن تتحول مدينة بكاملها إلى ذكية؟ فهذا مدعاة دهشة، خصوصاً مع توقع الخبراء حدوث تحولات جذرية في حياة البشر خلال العقد المقبل لتصبح المدن الذكية نمطاً سائداً. يعرف الاتحاد الدولي للاتصالات المدينة الذكية المستدامة بأنها مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة مع تلبية حاجات الأجيال الحالية والمقبلة. والمدن الذكية ليست ترفاً، بل هي حاجة ضرورية في المستقبل كما يرى خبراء، على أن يجري تصميمها وفقاً لحاجة سكانها وليس استنساخاً لتجارب أخرى، ولأن أكثر من نصف سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول 2050، تصبح المدن الذكية أكثر أهمية. ويمكن للذكاء الاصطناعي على سبيل المثال أن يؤدي إلى تعزيز استهلاك الطاقة وتخفيف حدة الازدحامات المرورية والكشف عن جودة الهواء وتنبيه الشرطة إلى الجرائم التي تحدث في الشوارع. الحاجة ملحة إلى تطبيق المدن الذكية، فهل يستطيع العالم العربي مواكبتها، خصوصاً أنها تتطلب أحدث أنواع التكنولوجيا؟